ايوا وخارجين نتمشاو شويه في الهواء الطلق وشميشه وشي خارجين كذا بين انا وامين جريد وصافي غير هنا حتى الدار ماشي زعما بعدنا ولا شي حاجه غير هذيك باش تمشاو على البحر هنا شويه جو مزيان اليوم اليوم صافي نتوما معنا نهار مزيان اليوم الناس مبحرين الشميشه غزاله جو غزال ناس في البحر شي ناس بحرت وطالعه في حالها شي ناس عاد ما جات بحر كون جبنا حتى حنا الباراسول ديالنا وغدا ديالنا وجلسنا في الرميل يوم ايوهات ونعومه عرفت البحر غزال الليله شوفوا العومه فيه مضخمه كيشاهي ما عرفوش كون باردين ولا سخونين الماء كونوا كي قتلوا بالبرد كنظن مجلسين ما نقدرش حنايا لهلا ملي كيقول لي واحد بياسه تما كتبان لذيذه الهندي يا نقز لقطنا الهندي والله الا شايتني فين توحشنا شحال ما كلينا ما عرف باقي كيتباع تبارك الله ديك فيها بزاف ديتني بحق باقي خصيتي نقلا باقي ما طاب لا داك ديك الهندي داك الهندي داك الحمار صافي ماشيين راجعين فحالنا قايل عرفتو قصر الخروج كون بكري في الصباح 8 الصباح كون متعشى عقو اهلي اللي فايت وحنا ناسي ولا في العشية الدنيا أو ولا في العشية ولا جيب معك باراسول تقمش باراسول رمضان غادي نمشيو دابا أمين غادي يعمل لنا اليوم شاورما شاركت معكم شاورما مي عند مرة نشارك معكم شاورما ديال أمين أنا عند البانيني ماشي شاورما أي عند البانيني كنتمنى الله معاك شاورما أصلا شاورما أصلا خصك السيخ ديالها وداكشي حنايا كنسميوها شاورما أي من الساندويتش ديال الدجاج عندنا السيخ وهانية إن شاء الله المهم دابا غادي معنا شي صدره دجاج نمشيو عند الجزار نشريو صدره دجاج اه شني تورتيه جنيت صوت تورتيه ما فيهاش بان التورتيه قلت لكم غادي نعملو المهم ساعه نشارك معكم الطريقه ديال نعاه تورتيه بور فابور جوال التورتيه ناد العاي اليوم كتعجبو التورتيه ديال الميركادونا المهم ساعه نعدلوها لا مجبرناش دابا كيما قلت لكم اجي اش ماشي حتى ماشي سان بيدرو هايدا انا صافي تاع بالون كاين شي كازافتي بونا شي ستيبونا واخا انا زيد كيف ما قلت لكم غنمشيو نعمل الجزار نشريو صدر دجاج ونرجعو للدار نشوف شنو نطيبو ديال الخريف معاكم شمس العشية جينا جبنا الكزان الجدد ديال ستيبون وقلت له مشيو لسان بيدرو سمعتوني في الفيديو قال لك علاش مشيت لسان بيدرو نمشي لستيبون عام هادو شحال نعملو اشريف هذا المنبر تحياتي للكزار ديال سان ديال ستيبون كاينين وحدين اخرين اللي كيعرف شي مطعم اللي كيعرف مطعم يسالك في الاوبيكاسيون الله يرحم يمك واخا دابا يسالك في الاوبيكاسيون انا ما نفقاش ننزل الفيديو كيفاش؟ صوري شي مكان ديالي لا امين قال لك ما خصوش تصور الماكله ديالو المهم غادي يعدل دابا هو جوج اوكيلات قال لك ما خصوش شي بانين صور راوز بالدجاج ف اش كتشوفوا هنا شي كثير فانا خصني ساندويتش كيف ما قلت لكم اول حاجه قطع بصل مشلط وعملي شحار في المقله وهنا عنده الروز عاد يزيد له الماء المهم سي امين جاب الدجاج دابا غادي يعمل لي قام ما انا ماشي لي قام الدجاج يسرى كتجيبها من المغرب والله شوف شحال دي قامه كامل لذيذة الصراحة زعما كانت غيالي قامة نو مي صراحة زعما لذيذة لذيذة بزاف قامة الدجاج مخلطة بنات كنشريها من عند اللي كيبيعوا لي قامة في المغرب كامل اللي كتبوا ديك قالوا من الملح والساف شنو ديك الملح اللي عملتي دابا داك الملح سي صافي بارك المهم الدجاج طاب دابا غادي نعمل له صلصة نورمال كنعمل صلصة في الخبز عاد كنعمل الدجاج ولكن امين قال لك يعمل هيدا هيا عمل دابا كيما عملتي مي شوية أندلس صلصة أندلس بنات كنشريوها من عند الجزار اللي كيسقسي وما يشوف فيها حال عاد الطرف من الجبنة غادي ينزلو لي زيد زيد جبنة يا خرا زيد زيد جبنة قرا لا فينا وجيب
شحالك كتاكل مجهول عاد كتنزلو؟ صافي صافي الله يجعل شي بركة يا لبيب. تقدروا تعملوا ماطيشه والخاص وداكشي، انا ما كيعجبنيش كتعجبني غير يسرى ماشي نباتيه مره الدجاج والجبن. كنت نقول لك تعمل شويه ديال هذا الخاص، لا شنو اسمه كورنيشو. معليش دابا لوينا الساندويتش خاص. صافي دابا يلويو يعملوا في ماكينه الباني. دابا هز الدجاج اللي عمل في الساندويتش ديالي، وهو ما خصوش ساندويتش كما قلت لكم، غادي يعمل روز بالدجاج. زاد هذاك تشامبينيون اسمه علب والناطه قشده طاريه. صافي خليهم حتى يغليو وصافي، تشامبينيون ديجا طايبين. وانتم مزيونات، ها هو الغدا ديالي انا، الشاورما ها هي جات مرقه. باغي كتكون لذيذه، شوف في يخل لذيذه لذيذه طبعا. وهذا الغدا امين، انتم وين الغدا ديالو صحي اكثر شويه على ديالي، ولكن ماشي دائما كناكل بطاطا مقليه، مره كانت وحشه. صافي زيونات رجعت لكم دابا باش غادي نعدلو الكيكه قدره قادر. ديك الكيكه بلان كتجي مزيونه وشحال ما عدلتها، وقلت خلينا نعمل هاد العشيه نعملو بها ميريندا، وهي هذيك نشاركها معكم ونفكركم فيها الا كنتو حتى نتوما شحال ما عدلتوها. الكيكه مشهوره. المهم في المقادير غادي نحتاجو، عندي هنايا 3 ديال البيضات، عندي نص كاس ديال السكر، غادي نعمل جوج كيسان ديال الحليب، وهذا الكراميل باش نتزين غادي نعملو في القاع باش يجي من فوق زعما مزوق بالكراميل. الا بغيتو تقدروا تعدلوا كراميل بيدكم الا ما عندكمش شي وجد، هذا انا كنشريه من ميركادونا. تقدروا تعملوا السكر كتعملوه فوق شي مقله ولا فشي طنجره حتى كيتحرق وكيرجع بكراميل وكتذوقوا به. وهنايا جوج ديال الخنيشات ديال الفاني باش غادي ننكهوا هذا الفلان ديالنا، ما يجيش زعما غير مذاق ديال البيضات، ما يدوز الطريقه. المهم الطريقه سهله مهله، غادي نعملوا في الخلاط العادي كاس ديال اللي كنخلطوا فيه العصير. اوكي عملت 3 بيضات في الخلاط كيف ما قلت لكم، غادي نزيدو عليهم هاد نص كاس ديال السكر، وغادي نعملو جوج كيسان ديال الحليب. قياس بالكاس ديال العنبه، وغادي نزيد هنايا جوج خنيشات ديال الفاني. تقدروا تنسمو بقشور ديال الليمون مثلا، ولا بالكراميل الا بغيتو، بالكراميل اللي كيتباع واجد اخر ماشي هذا. صافي غادي نطحن هذا مزيان ونرجع لكم. ها هو الخليط واجد، كنخوي فوق هذا الكراميل في المول. بسم الله. هنا يعني تنخلطوا الكيكه دابا، يعني ما فيهاش تقشع بزاف هذه الوصفه. في الخلاط هنايا عملت 3 بيضات البنات، ها انتم كيف ما كتشوفوا 3 بيضات، غادي نزيدوا عليهم كاس ديال السكر ونص كاس ديال الزيت، وفيها جوج كيسان ديال الطحين وجوج مغارف ديال الكاكاو وواحد الخميره ديال الحلوى ب 15 غرام. صافي المقادير بالتفصيل غنخليهم لكم مكتوبين في صندوق الوصف. المهم عملت 3 بيضات، نص كاس ديال الزيت، كاس ديال السكر، غادي نطحنهم مزيان ونرجع لكم. غادي نخوي الخليط في هذا البول هذا، ودابا غادي نزيدو الطحين. قلت لكم جوج كيسان ديال الطحين، غنعملو الكاس الاول خميره 15 غرام، نعملوها في الغربل ضروري نغربلوهم البنات. وعندنا جوج ديال المغارف ديال الكاكاو، المغرفه الاولى والمغرفه الثانيه. الكاكاو اللي كنستعمل هو هذا ديال ميركادونا، كاكاو بورو بالنسبه البنات اللي كيسقسيو. وغادي نبدا نغربل، نزيد واحد الكميه هادي. خلطوا هانتوما بنات، الخليط ديالنا واجد. دابا غادي نخويه فوق هذا الفلان اللي عدلنا، غنخويه عادي، ومن بعد سبحان الله في الطياب هو كيطلع الكيك. هانتوما خوينا الخليط كامل، دابا عملتو في واحد الصينيه اخرى غرقه باش غادي نخوي المطايب هنايا دابا باش غندخلوها الفرن طيب على حمام مريم. غادي نعملو هنايا المطايب،
غادي نعملوها على 180 درجه ونخليوها ساعه ما كانعاد نفتحوا عليها ندخلوا الموس الى خرج نقي. ها هي طايبه صافي. ومزيونات الكيكه ديالنا هي وجدت من خرجت من الفران دخلتها النبيره خليتها تبرد مزيان. هي من الاحسن تخليوها الليله كامله تبرد. المهم انا عملتها بكيري شويش وخليتها تبرد مزيان. دابا باش غادي نجبدوها من المول انا غنوريكم. غادي نخوي شويه ديال الماء طايب وغنخليها واحد شويه تفسخ وديك الساعه نقلبوها في الطبسيل باش يذوب ديك شويه شويه ديك الكراميل باش نقلبوها معوطه في الطبسيل. يا ربي الا يحشمنا تقلب معوطه. المهم يا البنات الكيكه لصقت يا اختي ديك فلان لصق في الجنابه تشوفوا ما تقلبتش معوطه. الكيكه تقلبت معوطه ولكن فلان انتم شوفوا جات بحال الشميشه وهذو الاشعه ديالها جاتني ضحكه. قلت والله تصور لكم كيفاش نزلت من هذا. انا كنعملها دائما في المول ديال السيليكون وشاركت معكم الوصفه بالتفصيل. دابا نخليكم رابط صندوق الوصف. عملتها في مول السيليكون تقلبت لي غزاله معوطه. ديك المول اللي كنعدل فيه تقطع لي تيبته تقطع واحد الطريف ماذا وتيبته. ودابا قلت خلينا نعملها في هذه الفلان. هذا ديما كنعمل فيه فلان كيتقلب معوط. والحيول هذه المره هذه انتم شوفوا جناب طبقه الفلان اللي هنايا خصهم يكونوا هيدا اللي مغطين هذه لصقوا هنايا. المهم اهم حاجه هو المذاق. الوصفه ناجحه 100%. خلي لكم رابط فيديو باش تشوفوا الوصفه ناجحه معوطه. ولكن للاسف المول كيلصق. هذا نورمالنا كنعمل فيه الكيكه كندهنوا بالزيت والطحين ولكن دابا ما دهنتوش حيت فيه فلان. ومي كنعمل فيه فلان عادي بالحليب ما كنطيبوش في الفران كيتقلب مزيان. شحال مره شاركت معكم فلان ودابا الحيول ملي عملت الكيكه وفلان لصقت. فما تديوش على الشكل. اهم حاجه هو المذاق. نقطع طريف وصافي لاقوا كويس داتاي. المهم بغيت نوريكم هنايا اول مره نصور معكم شي حاجه وتخرج لي هذا فاشله تلصق في هذا. معليش البنات كلشي كيوقع عادي. بغيت نشارك معكم هنايا هذا بول بولونيس. هادو في طنجه كنقولوا لهم موتشوبينا. واحد بنت ديك نهار سقساتني قالت لي واش كاينه شي موتشوبينا حلال في ميركادونا. هما هادو البنات هادو بزيت الزيتون ما فيهم لا ما فيهاش زبده د الحلوف. هادي يا ما ياخرين كامل فيهم زبده د الحلوف كاملين بهم. غير هادي بوحديتها اللي هي بزيت الزيتون هذا حلال. وهذه ديال ليدل في حالتها هي بزيت الزيتون ولكن صراحه ليدل ما كتعجبنيش بزاف. ميركادونا احسن. هذه مزيونه كيعرفوا هشاشي ومزيونين بزاف المذاق ديالهم غزال. وهذه ديال ليدل الناس اللي مثلا ما حداهم شي ميركادونا. هذه بزيت الزيتون حتى هي ما فيهاش زبده الحلوف واخرين فيهم زبده الحلوف. كاين بولبولونيس اخرين حلال كيكونوا في سوبر سول كيكون منزلين في مطعم بوحديتو ومكتوب عليهم حلال. انا ملي كنت ساكنه في خوزيرات كنت كنجبرها في ديك سوبر سول اللي تما مكتوب فوق منهم حلال كاملين منزلينها. سوبر سول هنايا اللي حدانا ديك النهار مشيت مجبرت شي فيه هاد القضيه هادي وصافي. كيكونوا حتى في الكامبو. الكامبو بيدو كيكون عند واحد مطعم فيه هادو اللي كيكونوا حلال ولكن صراحه ماشي لدادين بزاف. الزواق اللي قايستهم العام اللي فات هاد العام ما مشيتين عليكم. ايوا صافي مزيونات هادشي اللي كاين. غنخليكم طالوا لي فراسكم على قمح بالرير ديالتي وناكل الكيكه ديالي اللي ما صدقت لي شي في طريقه غير لصقه درا ماشي ما صدقتش ولا كتصدق هاد الوصفه اللي عطيتكم. انا غنخليكم رابط تشوفوها في صندوق الوصف مزيان. تهلاو لي فراسكم وتصبحوا على خير.